أريد أعرف موقفكم كعشائر، يعني نينوى على الأقل، والموقف السني بشكل عام، الموقف السياسي حول بقاء أو خروج القوات الأمريكية. نعم، انا اعطيك موقف العشائر العربيه السنيه، يعني الغربيه، احنا ما نقول السنيه، هاي كلمه طائفيه علوان نبعد منها، بس تسوي هذا المواقف. انا راح اعطيك موقف العشائر العربيه في المحافظات الغربيه. العشائر العربيه ترفض تواجد القوات الامريكيه، واليوم امريكا تسعى الى اعاده تنظيم داعش مره اخرى من اجل السيطره على المحافظات الغربيه وتدميرها. أستاذ العزيز، أنا قبل فترة نزلت تقريرة، واليوم راح أوضح من خلال قناتكم. التواجد الأمريكي في صحراء الأنبار ونينوى هو دعم لعصابات تنظيم داعش الإرهابية، وتقديم لهم المساعدات من الأسلحة والمواد الغذائية وربما العجلات وغيرها. اليوم التواجد الأمريكي في هذا الصحراء هو خطر، ويجب على الجميع أن يكون هناك حالة إنذار من قبل الحكومة والقوات الأمنية، لأن اليوم أمريكا تسعى إلى زعزعة الأمن في الغربية من أجل السيطرة مرة أخرى لعصابات داعش الإرهابية، لأن اليوم أمريكا أصبحت منبوذة بالعراق وغير مرغوب بها، واليوم هناك مطالبة شعبية بخروج القوات الأمريكية من العراق. لهذا اليوم أمريكا هي تقوم بدعم العصابات الإرهابية، وعلى يخلي يسمعون، يعني قاعد تدعم القتل العراقيين.